وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب مجلس الشورى عن الاعتزاز الكبير بالاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الداعم الأول للمرأة البحرينية، والاهتمام المباشر من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والرعاية المتواصلة التي توليها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مشيدا المجلس بالمبادرات الرائدة التي قدمتها سموها لتعزيز دور المرأة وتمكينها لحصد الإنجازات على المستويين الوطني والدولي. ويؤكد مجلس الشورى أن احتفاء دول العالم بالمرأة في مجال القيادة يفتح المجال أمام إبراز المكانة المرموقة والمستويات العالية التي وصلت إليها المرأة البحرينية وما تحمله من مسؤولية وطنية في تقلدها للعديد من المناصب القيادية، وهو ما يعتبر ثمرة لتفانيها وجهودها في خدمة مملكة البحرين. ويفخر مجلس الشورى بقصص النجاح التي صنعتها المرأة البحرينية من خلال تواجدها في الصفوف الأمامية ضمن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، حيث قدمت صورا متعددة للعطاء الوطني والتضحية من أجل صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. ويجدد مجلس الشورى التأكيد على مواصلة سن التشريعات والقوانين التي تعزز حقوق المرأة وترسخ مكانتها وتحقق لها مزيدا من التقدم والرفعة.